الأول في الأسئلة البديهية. يلا كيف الوقت؟ يلا معوض خير يا حبيب أخوه. لا ترى شفت المشكلة اللي عندك، المشكلة اللي عندك السرعة ذي، تراني يعاني منها أنا في المسابقات ذي مرة أعدم عمري والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعطونا الدوار للشباب محمد عبيان وأبو غالب، وما شاء الله تبارك الله مشاهداتكم عالية في اليوتيوب وهذا شيء نتبارك. تحية للجمهور اللي يتابعنا، تحية جمهور نحبكم. I love you. الله يخليك. I love you. تفضل حمام معذور بعضه نهارك راح توكل عليه دام دورة مياه. باثروم تفضل خذ راحتك. يلا ستوب راحت عليك. وانا ابو احمد راحت عليك. راحت عليك والله يعني لحظة اسبوع مدبر زاد على راحت عليك. يلا راحت عليك. اعطونا يلا يا ابو غالب. ستوب شكرا يا حلو. سحب درجة واحد زي العام. والله اللي هنا متلول تالة تالة الله لا يعقب شر. يلا حبيبنا ابو عماد يلا هوب دربك خضر حصانة من خصم لسؤال واحد تستخدمه في الأسئلة يعني بعد السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم الأسئلة. شوفونا المجموعة اللي طلعت يعني حنا ردينا الرجال اللي ما طلعوا. تحيات الأخيرة. السؤال الأول إيه عطني لقطة عليهم تكفى عطني لقطة عليهم خلني. شكرا للموجودين والله تحياتي لهم. شكرا لكم. يلا جاهزين. السؤال يقول هنا جوز كاميرا الزفاف يا رب تطلع شلك خصم وطلع أبد شلك خصم وطلع الباب مفتوح ولا ما رد احد. انا ما هو الفرق بين هدوء ما هو الفرق بين عدد حروف اللغه العربيه والانجليزيه؟ أربع حروف. إجابة خاطئة. أربع حروف هي لا حرفين. 24 28 كان خليته لي 24 حبيبنا هذه عبيان 26 24 حرفين 26 الإنجليزية. أيوة وشين غالب والمراح الرسمي سالب 300 هدوء يا شباب تكفون. فيصل هدوء. السؤال كم عدد أيام أسبوعين متتاليين ما عدا يوم الجمعة؟ عثمان عندي 13 إجابة خاطئة 12 جاب صح خلينا نشلها 300 أيضا أنا ضربت أول ترى لا ناقص يوم الجمعة 14 طلب 13 صح لا يومين الجمعة عرفت قل لك يومين سوي عليه تعقيب بس كم عدد أيام أسبوعين متتالية ما عدا أيام الجمعة يعني الثلاثاء أنت يوم الجمعة يوم عدد كم عدد أيام 12 من دقيقة اللي سمعته يوم لا ما عليك قلت يوم ها يمكن انا غلطان بس هذا اللي اذا 300 لعماد بشره جيبها يلا تم يسحب ال 300 انا ابو احمد يسحب ال 300 ابو عبد الرحمن غالب 300 كمل اسئلتك احسن وقتك 300 تروح لعبد الرحمن غالب. السؤال الاخير اجاوب السؤال الاخير على محمد عبيد معنا لا معي على البوديوم رجاء ما تتكلم مع احد برا المسرح رجاء اوه واثق ها حتى انا منتظر اتصال يلا السؤال يقول كم حلو طيب يلا السؤال يقول كم عدد اعين انثى الانسان؟ عبد الرحمن غالب ثنتين إجابة صحيحة. الله أكبر يعني كم تكون أربعة يعني تكون أربعة راح تكون ثنتين. عطونا المجالات. هدوء يا عيال هدوء والله اليوم أنتم ما أنتم مش فيكم أنتم تفلتين العيال. عطونا المجالات. يلا أدب ولغات رياضة غالب رياضة عثمان جغرافيا وين جغرافيا شغل اكلات شبي اول واحد يختارها اليوم عثمان يا رب تجي مرسى. السؤال في ادب واللغات تعتمد على الاجابه على السرعه ولكن اللي اختار المجال هو صاحبك وصديقك. السؤال يقول
علامة جر جمع المذكر السالم؟ كسرة. الكسرة خطأ. الياء سالب 400. زين هي الياء والكسرة نفس الشيء. حول درب الخبر. شيل الخصم، شيل الخصم، شيل الخصم من عماد، استخدم بطاقته. أبو عماد. عثمان أبو عماد عفوا. غالب خلوا غالب. عبد الرحمن علاج خذ راحتك. السؤال يقول: في أي عام أعلن لاعب الهلال، في أي عام أعلن لاعب الهلال ياسر القحطاني اعتزاله؟ محمد عبيان أي عام؟ ها عينك معي هنا، عينك معي. 2018 إجابة. ليش استعجلت؟ ليش استعجلت؟ ما أدري عادي. لأنها إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. يا سلام. ها؟ 400. السؤال في الجغرافيا: أكلات شعبية. لا بس يا رب الحين هذا. لا لا خلاص خلاص الرياضة. جاوب جاوب الحين. أكلات جزانية. أكلات في اللي اخترتها أنت. لحظة الحين سألنا ثلاث. لا اثنين باقي الثالث عندك. صح الحدة اللي أنا غلط فيها. صح صح. إيش فيكم يا عيال؟ مو مركز لابس. الله في شيء. السؤال يقول: الستة من أشهر المطبخ ال ايش دولة؟ ايش ها الستة طبخ من أشهر المطابخ أو أشهر الطبخات ال ما سؤال خطأ. أنت كاتب لي غلط أستاذي. طيب كيف ستة؟ أعيد السؤال، أعيد السؤال، أعيد السؤال. ما عليك أعيد السؤال. طبخة السلتة من أشهر الطبخات اليمن. اليمن. إجابة صحيحة. واحد سلتة، واحد فحسة، وملوخية. واحد ملوخية، واحد فيها جيبوا. طيب احمد 400. ما شاء الله تبارك الله يا ابو غالب. هو 400 سلتة، العقدة، الفحسة، اللحسة. أيوة. كلها اكلات ملوخية وبامية وتنزل عليها مرسوم كاسية. شيل. اعطونا المجالات، اعطونا المجالات، اعطونا المجالات. فريدي الرجال يضحك مره يتبسم. اقول الرجال يتبسم وارد ما ادري واثق. يلا ابو عبيان اقتصاد. اقتصاد من حقك يا فخم. اقتصاد. اقتصاد. سياحه. سياحه حبيبنا غالب. علومي. علوم وحبيبنا عثمان. ابغضها. الاقتصاد. المعدن السائل الوحيد هو الروديوم، الزئبق، المنجنيق، البوتاسيوم. المعدن ايش؟ المعدن السائل الوحيد هو الروديوم، الزئبق، المنجنيق، البوتاسيوم. بليز. ها انا شاك في واحده ما ودي احذف. ها السائل الوحيد، المعدن السائل الوحيد. كم عندنا الوقت؟ اختيارات اجين. الروديوم، الزئبق، المنجنيق، البوتاسيوم. احذف اثنين. احذف لك اثنين. عندك الروديوم او الزئبق. الزئبق. الزئبق إجابة صحيحة. و300. والله اني حسيت انك بتجيبها يوم قلت. والله يوم قلت انا عارفها. سهل صح. و300 محمد العبيان. السائل الوحيد. السائل الوحيد يعني من بين هذه كلها. لان الزئبق مستحيل انه يتحول لا بخار ولا جماد. غالب في السياحة. ما هو تصنيف جزيرة حاطبة من التصانيف التالية؟ انا ابوها. هل هي جزيرة بركانية، جزيرة هجينية، جزيرة قارية، أو جزيرة ثلجية؟ بركانية. بركانية. والله العظيم إنك شطفتها وإجابة خاطئة. هي جزيرة قارية. جزيرة قارية. احذف اثنين. طيب يا أخي هذا الكلام. طمعت. طمع. 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 وديك برايم. معلش. طمع. أعتذر للمتابع. نسيت المتابعين. بس باقي الاتصال جماهير كلهم متضررين أمام الشاشة. شوف. أخذ 300. أيام مبروك. حبيبنا عثمان هذا ما أخذ شيء أبو غالب. يلا. عثمان في العلوم اسم صغير القرد، غوريلا، شمبانزي، شابور، ولا قشة؟ اسم صغير القرد ما هو؟ غوريلا، شمبانزي، شابور، بس قشة. بين القشب اللي آخر شيء وبين اللي قبله. وش اسمه اللي قبله؟ شابور. شابور وبين القشب. اختار واحد. نحذف الشابور كذا. ايه؟ يجينا القشب. إجابة صحيحة. ليش قلت إجابة صحيحة؟ لا 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 تشوفون إجابة صحيحة يعني أعطيه إجابة يعني هو اللي بعد الأسئلة. والله أنا إجابة صحيحة. والله إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. و600 يوم افتكيت مثل حبيبنا
عماد وناخذ اتصال من الجمهور. كيف؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ملك حياة الله ملك، من أين تكلمنا يا ملك؟ الله يحييك من رفحة. ملك صوت اسمع اسمع واطي مرة. ملك من رفحة. من رفحة؟ إيه. حياة الله يرحمك. كيف الأجواء عندكم؟ برد الأيام ولا مرة؟ وصلت درجة الحرارة تحت الصفر؟ إيه تقريبا. طيب ترى لازال صوت بعيد يا ملك، صوت بعيد مرة. ارفعي صوتك وارفع لي الصوت يا ايوه ما واضح عندي في الكنترول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كم عدد اسنان الانسان البالغ؟ اسنان اذا ما تعرفين قولي. كم عدد اسنان الانسان في اول اسبوع له؟ ما في شيء صفر. نعم صحيح. ماذا ينتج النحل؟ العسل. من اي اتجاه تشرق الشمس؟ الشرق. ما لون لسان الزرافة؟ وردي. خطأ، أزرق. ما الغاز الذي يتنفسه الإنسان؟ أكسيد الكربون. إيش؟ ثانك شو أحسنتي؟ وش قالت؟ وشو؟ وشو؟ إيه؟ ما هو ما الغاز الذي يتنفسه الإنسان؟ وش قلتي أنت؟ أكسيد الكربون. خطأ. الأكسجين. كم تبلغ الدرجة المئوية لغليان الماء؟ كم هي الدرجة؟ اللي بعده. آخر شيء. كم؟ أعطينا عدد. انتهت. واحد، اثنين، ثلاثة، 400 سهم. عفوا. واحد، اثنين، ثلاثة، 400. أي نعم، 600 سهم. لا محمد العبيان تهدي يا محمد. 600 سهم. غامر من اول. 600 سهم. يلا السؤال الاخير ما جاوبت. استاهل محمد. خلينا ناخذ الدرجات. اعطونا الدرجات. يلا 600 اعطتها محمد العبيان. عماد ابو عماد. ابو عماد عماد كلها بحرف العين. عماد عثمان كلها صح ترى عشان كذا سميت عماد. يلا طيب والله الدرجات اليوم مره مشعله السماء صراحه وبديتوا يعني تحسبوا لها الف حساب. حابين نذكر اعزائي المشاهدين بوقف اليتيم والتبرع والتصدق به ايضا. يعني نتعاون احنا واياكم على البر والتقوى وباذن الله احنا نفرح في نهايه هذا البرنامج ونسجد لله شكرا باكتماله. وما يقصرون السفراء معنا. من هم السفراء الوقف معنا؟ عبد الله الرزقي وفهد فارع. ان شاء الله باذن الله يكون في سفارتهم اكثر يعني عدد من المتبرعين. والله لا يحرمنا واياكم الاجر ويجعلها حجابا من النار ويكون طريقا الى الجنه. قولوا امين. امين امين يا رب. عماد اليوم ابو عماد. كم ابو عماد؟ عفوا انا مسجل عماد عندي في المعذره يا عاثم. امورك عسل. 300 حبيبنا. لا ركز. عماد ابو عماد عثمان سالب 300. سالب 300. 300 عبد الرحمن الغالب ارسلتها له. ايوه سالب 400 شلتها انت. ايوه شلتها. 600. أيوه. كم باقي؟ 600 صح. 600 طبعا عبد الرحمن غالب 1000 ريال. 1000 سهم. هذا ال1000 اهديه للوالد انه بعد البورصه الاخيره اتصل زعلان عليك. على أيوه. الاعداد وجلدهم. قال لي انت مسلم؟ لا حقت الصلوات. حقت الصلوات. حق الصلوات. الله يسلمك. بس انا هديه ال1000 هذه باذن الله. كم عبيان؟ العبيان 1300 سهم. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. إذا التنافس بدأ يظهر جليا لكثيرا من الشباب. التنافس بدأ يبين.